الهاجس الأمني وتداعياته لم يبرح مدينة عدن منذ أن تحررت من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. سلسلة العمليات التي عاشتها وتعيشها المدينة يجعلها أكثر عرضة لأن تتحول إلى حالة من الفوضى والاستهداف لقيادات الجيش والأمن والمقاومة رغم الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية. يظل الحديث عن الوضع الأمني الذي تشهده عدن هو العامل الثابت في ظل التطورات المتسارعة والعمليات التي تقوض الاستقرار والسكينة لدى المواطنين الذين ذاقوا ويلات الحرب خلال العام الماضي. كل ذلك لم ينتهي، فقد شهدت المدينة مؤخرا انفجار سيارات مفخخة، وكان آخرها الانفجار الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية. تلاه الانفجار الجديد الذي حاول استهداف مطار عدن الدولي، حيث كانت سيارة مفخخة في طريقها لاستهداف المطار وتم اعتراضها من قبل قوات الأمن وانفجرت. بيان السلطات الأمنية يقول إنها أحبطت عملية أخرى حيث تم تفكيك سيارة على خط الكورنيش بعد معلومات تلقتها عن وجود سيارة مفخخة. أعقب ذلك إجراءات أمنية مشددة في مكان العملية. سبقت هذه العمليات حملة مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية في حي إنماء السكني خلال 24 ساعة الماضية مستهدفة عناصر مسلحة، وجرت اشتباكات تمكن رجال الأمن فيها من السيطرة على المكان. يأتي هذا بالتزامن مع تظاهرة حاشدة تشهدها المدينة لمطالبة الأطراف المشاركة في مفاوضات الكويت بإيجاد حل للقضية الجنوبية ضمن القضايا التي تعصف بالبلاد.